قبل كل شيء وعند انطلاقة هذه المسيرة الشعبية الخالدة لتأييد جهاد ونضال الشعب الفلسطيني الشقيق في تحرير بلاده، في تحرير الأرض، تحرير فلسطين، كل فلسطين بعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. بهذه المظاهرة نعبر على أن الشعب المغربي دائما يبقى وفيا لتاريخه، يبقى وفيا لأمجاده، يبقى وفيا لتضحياته في سبيل استقلال وحرية الشعب الفلسطيني الشقيق. وقبل كل شيء لا بد أن نترحم على أرواح المجاهدين الشهداء الأبطال الذين رفعوا رأس كل إنسان، كل إنسان يحب السلم ويحب العدل، كل عربي، كل مسلم. هذه الأيام الغر الخالدة هي من أيام الله التي سطرت في التاريخ وأراد الله أن نعيشها. إن الشعب الفلسطيني انتصر بفضل المجاهدين في كتائب القسام يوم 7 أكتوبر، وانهزمت إسرائيل الهزيمة التي لا بعدها من هزيمة، الهزيمة التي ستبقى مسطرة في تاريخ تحرير الأرض وتحرير القدس وتحرير فلسطين. أولئك الأبطال المجاهدين عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا اليوم وهذه الأيام لها دروسها، لها ما يمكن أن نستنتجه، لها عظمتها، لها أيضا ما يمكن أن يكون زادنا في الحاضر والمستقبل من أجل تحرير فلسطين بعاصمتها القدس. هذه الأيام التي ظهر فيها العدو من الصديق، وظهر فيها أعداء الأمة الإسلامية، وظهر فيها أعداء التحرير، تحرير الشعوب المستضعفة المستعمرة. هذه الأيام التي توقف فيها كل مد إنساني للشعب الفلسطيني، فلم نعد نسمع لا بمجلس الأمن ولا بالمنظمات الدولية ولا حتى بالمنظمات الإغاثية. ليس في الأفق لا شمس حمراء، وليس في الأفق لا كرواروج ولا هلال أحمر، وليس في الأفق حتى منظمات إسلامية وحتى منظمات دولية تقول اللهم إن هذا منكر. إن الشعب الفلسطيني ترك لنفسه إلا مع الأبناء البررة لهذه الأمة الإسلامية الذين قاموا مناصرين. علينا من اليوم أن نعرف أن تحرير فلسطين وتحرير القدس ليس له إلا مجال واحد، هو ما قام به أبطال 7 أكتوبر. علينا أن لا نعتمد على كل الذين رهنوا مستقبل الأمة العربية بالوعود التي لن تتحقق ولن تأتي للشعوب العربية والإسلامية إلا بالمدلة وبالاحتقار في عالم لا يعرف إلا عقيدته ومبادئه، وهي إنهاء الإنسان العربي المسلم. لهذا فنحن فخورون وفخورون جدا بهذه الأيام التي نعيشها. النصر، النصر للشعب الفلسطيني الشقيق، والهزيمة، الهزيمة المدمرة للكيان الصهيوني في فلسطين. الله أكبر، وحي على المعارك القادمة إن شاء الله.